بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم مع فعاليات تمهيدي المرموم الثاني، وتابعت وشاهدت ويانا الشوط الأول. المحليات ذهب مع الشاهينية للسيد سعيد بالحلوس العامري، وشوط المهجنات ذهب مع مواري للسيد محمد بن سهيل الحميدي. هذا الشوط الأول المحليات والشوط الأول المهجنات. وفي هذه اللحظات انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للإذاعة الجعادين المحليات الأصايل. مسافتنا لهذا اليوم لسن الإذاعة 5 كيلومتر، انطلاقة موفقة وانطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. بنسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، بنتابع المراكز أول بأول لمسافة 5 كيلومتر حتى خط النهاية، وبنلحق إلى مقدمة هذا الشوط. بنسير مع المقدمة، ورا الآن في مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات صوغان للسيد عبد الله بن سالم المسافري، هو في مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني حشيم في المركز الثاني للسيد سعيد بن عبيد بمروجة. المركز الثالث اللي في المركز الثالث معطش للسيد سهيل بن محمد بن محيروم. وفي المركز الرابع المركز التلفزيون للسيد احمد بن خليفه بن رشيد السويدي، ينفرد انفراد كامل، انفراد كليا بمقدمه هذا الشوط. يا سلام على هذا الاداء المتميز لدى المختبر في هذا اليوم وفي هذا الشوط، الشوط المميز للجعادين الاذاعه المحليات الاصايل، ينفرد بمقدمه هذا الشوط. وبنقول سلام سلام عليكم يا الجميره، واسعد الله صباح بكل خير وبكل محبة. من هنا من أرضية ميدان المرموم على الهواء بثا مباشرا عبر قناة دبي ريسنج، تهانينا من الأعماق للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز المختبر بالمركز الأول وعلى هذه العروض المتميزة الذي قدمها في هذا الصباح. ها هو المختبر يصل إلى خط النهاية. المركز الثاني، المركز الثاني معطش للسيد سهيل بن محمد بن محيروم. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مياس للسيد محمد بن راشد الغويص. وفي المركز الرابع، المركز الرابع على اللي في المركز الرابع شاهين للسيد علي بن عبيد الاجتبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس شاهين للسيد مبارك بن صالح الصيعري. وفي المركز السادس، المركز السادس شاهين للسيد سعيد بن محمد بن راشد. هذه النتيجة للمراكز. نرجع إلى التوقيت الزمني، ساعة وصول المختبر إلى خط النهاية، قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدرة 7 دقائق 47 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي والذي وصل في المركز الثاني. المركز الثاني اللي وصل في المركز الثاني مطنش وصل في المركز الثاني، قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدرة 7 دقائق 56 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سهيل بن محمد بن محيروم. وفي المركز الثالث مياس وصل في المركز الثالث 7 دقائق